أعزائي طلبة الواتس الصف الخامس الابتدائي، أنا مستر مينا، وفي الفيديو ده هنحل أسئلة Time for English Unit 10. وهنبتدي الأول أفكركم بالمحادثة. عنوان اليونت at the summer camp، في المعسكر الصيفي. والكونفرسيشن اللي عندنا، المحادثة، محادثة جميلة جدا ومهمة جدا ودايما بتيجي في الامتحان. Number one، واو What a nice kite. Thanks. I made it by myself. Number two. You're kidding. No, it's true. I made it. Number three. Was it hard? No, it was easy. I'll show you. Number four. Great. What do you need? Paper and string. Let's get some. ده بالنسبة للمحادثة. هنبتدي مع بعض. أول سؤال عندنا، وطبعا اهم سؤال هو سؤال choose. Number one. She not playing tennis. عايز افكركم سنة خمسة انه الجرامر بتاع unit 10 بيركز على like او likes، خلي بالك من غير to، بدون to، لانه like او likes to بيجي بعدها infinitive. لكن وده اللي عندنا في unit 10، like او likes من غير to بيجي بعدها حاجة اسمها gerund، يعني الفعل مضاف لي ing. تعالوا كده نشوف. اول سؤال عندنا number one. She not playing tennis. طبعا he she it لازم اقول likes، لازم اضيف الاس، فهنا هختار likes. بس خد بالك من بقية الجملة، likes playing، likes مثلا eating، likes drinking، وهكذا. like او likes يجي بعدها الفعل محطوط له ing. number two. was not hard، ودي الجملة الموجودة عندنا في المحادثة، was it hard. number three. I don't like، ركز معايا، like اهي موجودة ومفيش to، وبالتالي لازم اختار الفعل اللي محطوط له ing. هنا جايب لك كل الاختيارات ing، واتعلمنا في الورد تايم في اليونت ده expression او تعبير مهم جدا، build a model، يعني يقوم بصنع نموذج، فهنا هنختار building models. number four. she not like making videos. make videos يعني يقوم بتصوير فيديوهات. هنا طبعا she doesn't، خد بالك she doesn't like، he وshe وit طبعا بتاخد does او النيجاتيف اللي هو doesn't، وبعد كده الفعل في المصدر، وبعد like زي ما قلنا وباكد عليكم like او likes لو ما جاش بعدها to يجي بعدها الverb plus ing. السؤال اللي بعده rearrange. number one. what، والسؤال ده اتكرر في امتحانات كتير جدا يا سنة خمسة ومهم جدا، what do you like to do. number two. what do we need، الجملة بتاعت المحادثة لما رد عليه قال له paper and string. number three. هنبتدي طبعا بنو وبعد yes ونو لازم نحط كومة. no it was easy. easy يعني سهل، وعكسها طبعا hard، صعب. و paper and string اللي هو احنا بنحتاجها to make a kite. paper معناها ورق، ودي كلمة uncountable ما بتتعدش. string معناها الخيط، ولو قلت a bowl of string يعني بقرة خيط. وكمان عايز اقول لكم معلومة انه الجيتار اللي هو يعني آلة من الآلات الموسيقية، الاوتار بتاعتها الواحدة بنقول عليها string برضو. number four. I will show you يعني انا هوضح ليك او هوريك ازاي احنا بنعمل الكايت او الطائرة الورقية دي، وبرضو دي من جمل المحادثة. اخر سؤال عندنا سنة خمسة، سؤال الباراجراف، طالب منك تكتب خمس جمل، والخمس جمل عن كايت. طبعا كايت يعني طائرة ورقية زي ما انتوا عارفين، لكن بلين دي معناها طائرة ركاب، فرق كبير طبعا ما بين الاتنين. هنكتب خمس جمل بتعبر عن الصورة دي، فهنقول له This is a nice kite، هذه طائرة جميلة.
I can make a kite by myself. خد بالك انه by myself، ودي هتدرسوها بالتفصيل ان شاء الله في سنة ستة. by myself يعني بنفسي، اقدر اصنع طائرة ورقية بنفسي. it is easy يعني دي حاجة سهلة جدا. we need، نحن نحتاج paper الورق طبعا اللي هنصنع بيه الكايت، and string والخيط to make a kite علشان نصنع طائرة ورقية. I like to fly a kite يعني أنا بحب إن أنا، أو أنا يعني دي حاجة بحبها إنه أطير الطائرات الورقية زي ما أنتوا كلكم بتحبوا تعملوا كده طبعا. وبكده سنة خمسة نكون وصلنا لنهاية الفيديو يونت 10، وانتظرونا بإذن الله في فيديوهات المراجعة النهائية في الفترة القادمة قبل الامتحانات. وفي النهاية عايز أقول لكم وما تنسوش study hard، ذاكروا كويس، وبتمنى لكم في النهاية حبايبي best wishes.